الباب الرابع والسبعون ومئة. باب ما يقوله إذا نزل منزلا. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض، ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من شر أسد وأسود، ومن الحية والعقرب، ومن ساكن البلد، ومن والد وما ولد. رواه أبو داود. قال الألباني: الحديث في إسناده جهالة. والأسود الشخص. قال الخطابي: وساكن البلد هم الجن الذين هم سكان الأرض. قال: والبلد من الأرض ما كان مأوى الحيوان وإن لم يكن فيه بناء ومنازل. قال: ويحتمل أن المراد بالوالد إبليس، وما ولد الشياطين.